أنا من خلال تجربتي مع أزمة المناخ بالثمانينات وكنت قريب عليها، أعتقد راح يكون في أوجه شبه كثير ما بين أزمة المناخ وأزمة المشروعات الصغيرة الحين. لما نيجي نشوف أزمة مناخ الثمانينات وأوجه الشبه ما بينهم، راح تشوف مثلا في ذاك الوقت ما زال هذا يكرر الحين، في قانون مقيد للسوق والمتعاملين، وهذا ما حدث هناك ويحدث اليوم هني في المشروعات الصغيرة. تم تحفيز وتشجيع الناس للدخول للسوق، طبعا صار هناك وصار هني اليوم. تم خلق فوضى ما بين الجهات التنفيذية والتشريعية والمتعاملين بالسوق، طبعا هذا عامل مشترك. عدم تبني جهة معينة مسؤوليتها عن القطاع، طبعا هني نلاحظ في عندك نفس الشبه اليوم، ضياع المسؤولية ما بين وزارة المالية ووزارة التجارة، طبعا هني هذا جانب آخر. ضياع حقوق الأغلبية على حساب الأقلية، طبعا لأن في ناس ملتزمة وفي ناس ما التزمت، فهني يبين بالنسبة لنا أن في عوامل مشتركة. غياب القوانين والدعم اللوجستي بجميع أشكاله، طبعا هني اليوم قانون الصندوق يتكلم عن الدعم المالي اللي هو يمثل بالتمويل، والمشاكل الثانية اللي يتمثل 80% من دور الصندوق الدعم اللوجستي من خلال حاضنات، من خلال تنسيق الجهة المعنية مع الدوائر الثانية طبعا، وهذا يسمونه الدعم اللوجستي، غياب قوانين الدعم اللوجستي بجميع أشكاله. حلول وقتية بدون رؤية مدعومة، طبعا هذا نفس اللي مر في أزمة المناخ اليوم قاعد يعاد في المشروعات الصغيرة. غياب التخطيط الاستراتيجي، طبعا موجود حاليا ما في تخطيط استراتيجي. رقابة غير واضحة المعالم، اليوم ما تدري اليوم أكثر من جهة رقابية بس ما في حلول بديلة. غياب بيانات دقيقة تساهم في اتخاذ القرارات السليمة، طبعا هذا القطاع يفتقر مثل ما افتقر أزمة المناخ لهذا النوع من القرارات الحاسمة. اليوم طغى، لاحظنا طغى تأثير الجانب السياسي على الجانب الاقتصادي. طيب شنو النتيجة من هذه وأوجه الشبه؟ احتمال كبير راح يكون في عندك يعني النتيجة افلاسات، اهتزاز المتعاملين في ثقة الحكومة بالتعامل مع هذا القطاع، قتل الطبقة الوسطى، تربح سياسي للأربع سنوات القادمة بالمجلس، هذا وارد لأن اليوم ما في تبني ولكن موجودة ردات فعل في هذا الجانب. أعتقد راح يكون في عندنا مناخ مشروعات صغيرة جديد بال 2021 مشابه إلى حد ما فيما تم من أزمة مناخ خلال الثمانينات من القرن السابق.